ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعنا نتذاكر سيرته ونتعلم حديثه، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعته وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. كنا انتهينا معكم أيها الإخوة والأخوات من الحديث 108، وهو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا على أكثر المسائل المتعلقة في هذا الحديث، أو وقفنا عليها كلها تقريبا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وذكرنا المعاني المتعلقة بهذا الحديث. الحديث 109، ونحن معنا اليوم 3 أحاديث لنختم الكتاب الذي معنا، أقصد الكتاب العلم، ونبدأ في كتاب الوضوء، ولا أقصد نختم كتاب صحيح البخاري، إنما أقصد نختم هذا الموضوع الذي نتكلم عنه، ثم يبدأ البخاري رحمه الله في سياق الأحاديث المتعلقة بالوضوء. معنا اليوم حديث زينب ابنة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم رضي الله تعالى عنها هي أم أنس بن مالك، وأنس بن مالك تربى صغيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج أم سليم مالك زوجها الذي هو أبو أنس لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كره ذلك، وكره أن يحكم الإسلام المدينة، فأراد أن يخرج من إلى خارج المدينة إلى قوم مشركين يبقى على شركه معهم، فتحير أين يذهب. فإذا مكة هاجر منها النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام فيها يزداد، صحيح أنها لم تفتح بعد لكن لا يزال الإسلام يزداد، يذهب إلى أين؟ فأجمع رأيه أن يذهب إلى الشام، إلى الروم، إلى العجم، إلى النصارى، ويبقى هناك على شركه. فأرادها أن تخرج معه فأبت عليه، فبقيت هي في المدينة وخرج زوجها مالك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت أم سليم وجاءت بابنها أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. ثم إن أم سليم كان فيها من العقل والحكمة والنسب الرفيع والحسن ما يجعل الرجال يتسابقون إليها، وفعلا تسابق إليها الرجال يخطبونها، فكان ممن خطبها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان مشركا، وكان في ذلك الحين لم يحرم بعد بقاء المشرك مع المؤمنة أو بقاء المؤمنة مع أو بقاء المشركة مع المؤمن، فإن الله تعالى أنزل قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وكذلك قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لما نزلت طلق عمر رضي الله تعالى عنه امرأة عنده كانت لم تسلم بعد، وطلق بعض الصحابة، لكن هذه الآية ما نزلت إلا بعد حين من دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكان زواج أم سليم لو أرادت أن تتزوج بأبي طلحة وهو مشرك الزواج جائز، ولذلك جاء يخطبها، هو مشرك وجاء يخطب المسلمة، ما كان هناك يعني ما كانت الأحكام كاملة قد نزلت، وكان زواج المشرك من المسلمة مسموحا به يعني لم يحرم بعد. فأقبل أبو طلحة إلى أم سليم يخطبها، فقالت له: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، يعني أنت رجل من فيك من الصفات ما ترغب المرأة في الزواج منك، إن مثلك لا يرد، ولكن يا أبا طلحة إني مسلمة ولا أتزوج مشركا. قالت ذلك ترفعا عن الشرك وإن لم يكن محرما بعد. فقال: إني على دين، يعني أنا عندي حرية، أنا أبقى على ديني وأنت على دينك، إني على دين. قالت: ربك الذي تعبده خشبة نبتت من الأرض ونجرها حبشي آل فلان، تقول ربك هذا هو في الحقيقة خشبة نبتت من الأرض، قطعة من الشجر،
فلما نبتت أقبل العبد الحبشي عند آل فلان وصنع منه صنما، نحته على شكل صنم تأتي تعبده. يا أبا طلحة أسلم وأجعل مهري إسلامك، إسلامك. يعني قدمت له عرضا حسنا، قالت مجرد أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أتزوجك، ما أريد منك ولا درهم ولا دينار. الناس كانوا يسوقون في ذلك الحين مهورا، يعني مثلا لما أقبلت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أريد أن أفارق زوجي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المهر الذي قدمه الزوج لها، وبالتالي هي ستعيد إليه مهره، وإذا هو قد أعطاها حديقة بستان، مهرها بستان. فكان أبو طلحة لما جاء يخطب أم سليم الرميصاء رضي الله عنها كان المفترض أنها تطلب مهرا يليق بمثلها ممن كانت في حسنها ونسبها وعقلها والرجال يتسابقون إليها، ومع ذلك قالت ما أريد منك ولا درهم ولا دينار، أنت تتشهد الشهادتين وتدخل في الإسلام وأنا أتزوجك مباشرة. فأسلم فتزوجته. يقولون فلم يكن في الإسلام مهر أجل ولا أحسن من هذا المهر، المهر الذي هو الدخول في الإسلام. فأم سليم رضي الله تعالى عنها كان لها مقامها ولها عقلها، حتى إنها لما ولدت من أبي طلحة غلاما، وكان أبو طلحة متعلقا بهذا الغلام تعلقا شديدا، فمرض الغلام، فمضى أبو طلحة وبقي عند الغلام وهو منشغل البال عليه، والغلام يشتد عليه المرض والحمى، فأذن لصلاة العشاء ومضى أبو طلحة يصلي في المسجد، ثم جلس مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء شيئا يسيرا. فهي عند ولدها، فمات الغلام، فغطت الغلام وقالت لمن في البيت لا تخبروا أبا طلحة عن ولده حتى أكون أنا الذي أخبره. فلما رجع أبو طلحة صنعت له عشاءه وتهيأت له كأحسن ما تتهيأ من الحسن، فأراد أن يتوجه إلى ولده بروح يشوف الولد، يعني هو منشغل أصلا وهو في الصلاة على هذا الولد، فأول ما دخل البيت يريد يذهب يتطمن، قالت له لا تذهب إليه. قال كيف حاله؟ قالت هو أسكن ما كان، الآن أبشرك هدأ أكثر مما كان هادئ، الآن ساكن وهادئ، هو أسكن ما كان. فتعشى وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته، ثم قالت له يا أبا طلحة ألا تعجب من جيراننا آل فلان؟ قال ما بالهم؟ قالت استعاروا شيئا من جيرانهم وبقي عندهم مدة يستمتعون به، يعني آنية أو ثوب أو كذا، فلما أراد جيرانهم أن يستعيدوا حاجتهم أبوا أن يعطوهم إياها، فلما أخذوها منهم غضبوا، قال ما لهم حق يغضبون ما دام أنها أصلا هي عارية واستعارة ليست ملكهم، لماذا يغضبون؟ ما لهم حق يغضبون؟ قالت فإن ولدك عارية من الله، عارية من الله إليك، أنت ما تملك ولدك. ولذلك الواحد ما يجوز أنه يأتي ويبيع ولده ويقول أنا أملكه، أو يأخذ كليته أو يأخذ قرنية عينه ويقول أنا أملكه، لا، أنت ما تملك ولدك ولا تملك أن تتصرف فيه، فهو إنما جعله الله تعالى تحت يدك فقط، وإلا أنت ما تملكه، هو عارية. فقالت فإن ولدك عارية من الله وقد استعاد الله عاريته، الله سلفنا الولد والله تعالى أخذ ما أعطانا. فتغير وقال تركتيني حتى تلطخت، يعني حتى أصابتني الجنابة، ثم تخبريني عن ولدي؟ قالت قم أصلح ولدك، قم غسله وكفنه. فقاموا ويعني ولم يكونوا يستطيعون أن ينتظروا مثلا 8 ساعات 7 ساعات حتى يؤذن الفجر ويصلوا عليه، وذلك أنه يتغير يعني مع الحر الشديد خاصة في المدينة، الجثة إذا طولت تتغير وربما انتفخت، فكانوا يعجلون بالجنازة. اليوم الناس ربما بقي في الثلاجة وقتا طويلا. فهيأ الولد ودفنه، ثم لما صلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام حدثه بحديث أم سليم وأخبره بخبرها وكيف أنها ما أخبرته
أول ما جاء، وإنما تركته حتى تعشى وارتاح واطمأن. فدعا النبي، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهدوئها وسكينتها، ودعا قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، بارك لهما في ليلتهما. يقول أنس رضي الله عنه ابن أم سليم يقول: فلقد رأيت لي 10 إخوة كلهم من أولاد أبي طلحة وأم سليم، كلهم قد قرأ القرآن، يعني عوضها الله تعالى بعشرة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. الشاهد أن أم سليم رضي الله تعالى عنها، وإن لم تكن روت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها مع كثرة أولادها انشغلت بهم وبشأنهم، ولم تكن تستطيع أن تحضر مثلا المسجد كثيرا لتستمع إلى العلم أو تروي الحديث. هي روت أحاديث معدودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست أحاديث كثيرة. عن زينب ابنة أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ في هذا الحديث إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، وفي الحديث الآخر: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. والحياء صفة كمال ليست صفة نقص. الذي هو صفة نقص هو الخجل. يعني لو تقول لإنسان مثلا: لماذا ما تنصح أخاك الذي يفعل كذا وكذا، أو الذي لا يصلي، فقال: أنا أخجل منه. طيب يا فلان، أنت يعني محتاج وفقير ولك مال عند فلان، لماذا لا تذهب إلى فلان وتقول: يا فلان، أنت أغناك الله، أرجع إلي مالي؟ قال: والله أنا أخجل. طيب لماذا لا تنصح زوجتك وبناتك بأن يلتزمن بالحجاب؟ قال: والله أخجل أتكلم معهن. هذا هو الخجل المذموم. أما الحياء الذي يدفع الإنسان إلى إمساك لسانه عن الكلام البذيء، يدفعه عن مثلا الأكل بشراهة أمام الناس، تقول له: يا أخي، أنت خرجت من الوليمة وأنت ما أخذت إلا نوع أو نوعين من الطعام. قال: والله يا أخي، استحيت أني كل شوي أقوم إلى مكان الطعام وأضع لي في الصحن، استحيت. هذا حياء محمود بلا شك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يعظ أخاه في الحياء، يعني أخوه يستحي كثيرا، فهذا يقول له: لماذا تستحي كثيرا؟ كن كذا وكن جريئا، وكن يعظه، يقول له: دع عنك الحياء الزائد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء خلق يدفع إلى الفعل الحسن وإلى تجنب ما يخل بالمروءة وبالسمعة أو نحو ذلك. هذا في حال الناس، وهو في حق ربنا جل وعلا صفة كمال نثبتها لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه. الحياء ذكرته هنا لأن الموضوع الذي ستسأل عنه هي موضوع مخجل. يعني ما قالت: يا رسول الله، كم أزكي؟ يا رسول الله، كم أصلي الليل؟ لا، هي تسأل عن شيء يعني فيه نوع من مما يستحي منه الرجال، فما بالك بالنساء. قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والاحتلام هو أن يرى النائم في نومه وطئا، يعني أن يرى مثلا الرجل أنه وطئ امرأة، سواء وطئ امرأته أو وطأ، يعني لا يؤاخذ لو إنسان في نومه رأى أنه وطأ امرأة أخرى، فلا نقول إنك زنيت وإنه كذا، هذا يعني شيء يصيبه في منامه، لكن المقصود أن الاحتلام هي جنابة تصيب الإنسان في نومه. فإذا ذكر الإنسان احتلاما لكن لم ير ماء، يعني افرض إنسان استيقظ من النوم ويذكر أنه رأى في منامه أنه يطأ امرأته، لكنه ما رأى في ملابسه ماء، يعني لم ير منيا، هذا لا يلزمه الغسل. أما من رأى منيا ولم يذكر احتلاما، واحد استيقظ وشعر برطوبة فلما نظر وإذا هو مني، حاول يتذكر، قال: أنا ما أتذكر أني رأيت شيئا في المنام يعني يجعلني أنزل هذا المني، نقول: سواء ذكرت أو لم تتذكر، ما دام أنك رأيت هذا فيلزمك الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الماء من الماء، إنما الاغتسال بالماء
من رؤية خروج الماء، هذا فيما يتعلق بالنائم. أما غير النائم، لو أن الرجل وطئ امرأته ولم ينزل فيلزمه الغسل بمجرد الوطأ سواء أنزل أو لم ينزل. فنحن نتكلم عن الحال للنائم. النائم إن ذكر احتلاما ولم ير ماء لا يلزمه الغسل، وإن رأى ماء ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل. إذن الاعتماد هنا على رؤية الماء، على رؤية المني في ملابسه. وينبغي أن يتأكد أيضا كما نص الفقهاء، يتأكد أن له صفة هذا المني، فإنه ربما نام الإنسان في وقت حار مثلا ولم يكن عنده مثلا مكيف أو كذا، وأصابه من العرق شيء كثير، ثم رأى بللا كثيرا ربما في ملابسه الداخلية فقال هذا ربما يكون احتلاما. لا، يتأكد الإنسان من صفة هذا الماء أو هذه الرطوبة التي رآها. فإن لم تكن الماء المعروف عند الرجال الذي يخرج دفقا بلذة فإنه لا يلزمه عند ذلك الغسل. قالت: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. في رواية مسند الإمام أحمد قالت: يا رسول الله، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل يا رسول الله؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. والمقصود برؤية الماء هو رؤية ما تعود الرجل أو المرأة أن يخرج منه عند الوطأ. فضحكت أم سلمة، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، فضحكت وغطت وجهها. وسبب حياء أم سلمة هنا أن الاحتلام يدل على قوة الشهوة، ولذلك الصغير لا يحتلم لأنه لا شهوة له. لكن الرجل إذا يعني إذا بلغ وقع منه الاحتلام، وربما إذا سافر عن امرأته وقع منه الاحتلام. لكن في الغالب إذا كان له زوجة يعني وهو يتمكن من وطئها ففي الغالب أنه لا يحتلم، لأن الذي يجتمع من الماء يخرج بهذا الوطأ. أما إذا كان بعيدا عن امرأته أو كان شابا لم يتزوج بعد فإنه يقع منه هذا الاحتلام. أم سلمة غطت وجهها حياء، يعني كأنها تقول يعني كيف تتجرئي أن تسألي هذا السؤال الذي يدل على شهوة، على قوة شهوة المرأة، كيف تتجرئي؟ فغطت وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها. هنا أم سلمة سبب حيائها إما أنها أن السؤال مخجل أو لقلة ما يقع ذلك في النساء. لذلك في رواية مسلم أن أم سلمة قالت لأم سليم: فضحت النساء، يعني ليش تسألين السؤال، أنت فضحتينا، أخبرت الرجال بأننا ربما نرى في المنام مثل ما يرون، فضحت النساء أي كشفت أسرارهن. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام تربت يمينك، يعني أصلها، أصل كلمة تربت يمينك يعني افتقرت حتى التصقت يمينك بالتراب فلم تجد غيره. الفقير إذا اشتد فقره بدأ يبيع الأثاث، يبيع إن كان عنده كراسي في البيت كنبات باعها، إن كان عنده ثريات فكها وباعها، إن كان عنده مكيف باعه، بيبدأ يبيع قطع السجاد اللي على الأرض، ثم بعد ذلك لا يبقى له إلا التراب يجلس عليه. فتربت يمينك يعني افتقرت حتى لم تجدي إلا التراب. وهذه من الألفاظ التي يقولها العرب ولا يقصدون ظاهرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الدعاء على أم سلمة بالفقر، لكن هم يقولون هذه الكلمة هكذا دون أن يقصدوا ظاهرها. كما نقول نحن اليوم مثلا ربما لما تضحك مع واحد تقول: يا أخي وش هالكلام، الله يأخذك مثلا، وأنت تضحك، أنت لا تقصد الدعاء عليه الله يأخذك، يعني الله يعني تدعو عليه بالموت. ولو قال لك: يا أخي اتق الله تدعو علي بالموت، أنا لا أقصد الدعاء عليك بالموت. هذه مثل تربت يمينك، ومثل ثكلتك أمك، ومثل قاتلك الله. هذه قالتها زوجة جابر، قالتها لزوجها جابر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان الطعام قليلا، ثم جاء إليها والنبي صلى الله عليه وسلم نادى الصحابة الذين كانوا يحفرون الخندق، في قصة طويلة في الصحيح. فلما جاءها
وهي ليس عندها إلا طعام يسير، وقد أكدت عليه ألا تدعو إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين معه، فقال جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار، فقالت له قاتلك الله ألم أكن أخبرتك. فهنا لا يعني أنها تدعو على زوجها أن يقاتله الله، إنما هذه عبارات تخرج من يعني العرب عادة دون أن يقصدوا ظاهرة، إنما يقصدوا تعظيم الأمر وما شابه ذلك، كيمين اللغو لا والله ونعم والله، لا يقصد اليمين ولا يقصد يعني لا يقصد ذكر لفظ الجلالة هنا ليعقد يمينا، لكنها لغو. كذلك هنا الله يأخذك ونحوها من العبارات التي جرت عادة الناس أن يقولوها على سبيل الملاطفة، على سبيل الضحك، سبيل الممازحة، هذه تدخل في تربة يمينك وثكلتك أمك ونحو ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام ففيما يشبهها ولدها، الشبه والشبه مثل المثل والمثل والقتب والقتب ونحوه. وفي هذا الحديث بيان أنه كما أن الرجل له ماء يعني يكون منه يعني الحيوانات المنوية وكذا التي تحمل صفاته الوراثية، كذلك المرأة لها يعني ما لها ماء يحمل صفاتها الوراثية. وفي هذا تفصيل أيضا اليوم عند الأطباء، هل الولد يتخلق فقط من الحيوان المنوي والبويضة، أم أن المرأة يكون عندها أشياء أخرى تشارك في تخليق الولد فيحمل صفاتها الوراثية؟ هذا يعني الكلام عليه يطول طبا اليوم، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأم سليم بأن المرأة وفي حكمها الرجل أيضا إذا احتلم وهو نائم فإنه يلزمه الغسل إذا كان رأى الماء. الحديث 110 عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء، مذاء فعال، صيغة مبالغة من المذي، كما تقول أكال، قتال، كذاب، كذاب، مزاح ونحوه، يعني صيغة مبالغة من الكذب والمزح والقتال ونحو ذلك. والمذي ذكره البخاري هنا رحمه الله تعالى، ذكر الحديث ليبين طهارته من نجاسته وكيف يجب على الإنسان أن يتوضأ منه. المذي أو دعني أفصل الموضوع في يعني بشيء من الفائدة. ذكر الفقهاء أن الذي يخرج من الرجل 4 أنواع، فقالوا يخرج منه البول، وهذا يجب منه الغسل ويجب منه الوضوء، وهو أيضا نجس، يجب غسل ما أصاب الملابس منه، يجب غسل ما أصاب الملابس منه. النوع الثاني يخرج منه المني، واشترطوا أن يكون خروجه دفقا بلذة، لقول الله تعالى خلق من ماء دافق، فهذا يجب منه الغسل، لكن هو في ذاته ليس نجسا، يعني لو إنسان أصابه الاحتلام وهو نائم ثم استيقظ واغتسل ثم لبس ملابسه نفسها فهو جائز، لا يجب عليه أن يغسل أثر المني من ملابسه. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لكن ينبغي أن يزال كما يزال القذر، يعني أنت الآن عفوا لو أنك مصاب بسعال وكحة وكحيت وخرج منك بلغم وأصاب كمك وأصاب ملابسك ثم صليت، هل يجوز تصلي وهذا في ثيابك؟ يجوز، لكننا نقول يستحب أن تزيله من باب إزالة القدر لا من باب إزالة النجاسة. وكذلك المني، ولذلك عائشة كانت وهي تصف كيف كان حالهم مع الملابس في عصرهم، في عصرهم كان الماء قليلا كما تعلمون، والشخص إذا أراد أن يعني أن يغسل ملابسه احتاج أن يخرج إلى البئر أو أن يأتي بدلو من الماء، يعني كان في مشقة غسيل الملابس بالنسبة لهم، وتعليق الملابس حتى تجف، ولا في مكان مناسب أحيانا لتعليقها في خارج البيت، فكانوا يعني يشق عليهم غسيل ملابسهم كلما أرادوا. ولذلك تقول عائشة كنت أحكه أو قالت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أنه كان ييبس، فكانت هي تفركه تحكه حتى خلاص يتساقط ويزول. فقيل هذا دليل على أنه طاهر، وكذلك لأنه أصل خلقة الإنسان، خلق من ماء دافق، فلا يخلق الله تعالى الإنسان من نجاسة، إنما يخلق من شيء طاهر. هذا النوع الثاني المني. النوع الثالث قالوا الودي. قالوا والودي هو فيه صفرة لكنه أقل من، يعني أقل من صفرة البول، فهو مخلوط ما بين الصفرة والبياض، ويخرج من الإنسان أحيانا قبل البول، يعني يكون متصلا بالبول، ربما لو نظر إلى بوله لرآه أحيانا يخرج قبله أو يخرج بعده، فهذا حكمه حكم البول، أيضا في وجوب الوضوء منه وفي وجوب غسله من الملابس لو أصابها، لكن لا يجب يعني عند الوضوء أو عند غسل البول والودي. لو أن الإنسان تبول وأراد أن يخرج من دورة المياه، يعني ما في وقت صلاة وبالتالي لن يتوضأ، يفرض إنسان مثلا الضحى في مكان عمله وأراد يذهب يتبول وذهب إلى دورة المياه وتبول ولسه باقي على صلاة الظهر 4 ساعات، قال يعني بأتوضأ إذا أذن الظهر مثلا وأراد أن يرجع، هنا ما الذي يجب عليه أن يغسله بعد خروج البول؟ قالوا لا يجب أن يغسل إلا موضع خروج البول، لا يجب أن يغسل يعني قضيبه أو أنثييه الخصيتين أو نحو ذلك، إنما يغسل فقط مكان خروج البول، هذا يكفي. وكذلك المرأة لها الحكم نفسه أيضا، تغسل فقط مخرج البول، وكذلك الودي. النوع الرابع هو الذي نتكلم عنه اليوم، وهو المذي، وهو ما مادة لزجة تخرج من الرجل عند اشتداد شهوته، يعني ربما لو فكر في امرأته أو رأى منظرا ربما أثار شهوته أو نحو ذلك، فإنه يتسرب تسربا دون اختيار، البول يخرج باختيارك في الغالب إلا الذي مصاب بسلس البول، الماء الدافق المني يخرج بالاختيار في الغالب إلا النائم، أما المذي فإنه يخرج بغير اختيار ولا يشعر بخروجه إلا لو لمس الموضع، فإنه يجده لزجا في أطراف أصابعه. قالوا وخروجه من المرأة أكثر من خروجه من الرجل، لذلك تجد مثلا بعض النساء تسأل مثلا أو تستفتي أو كذا ما حكم رطوبة فرج المرأة أو نحو ذلك، فهذه تختلف أيضا السوائل التي عند المرأة عن التي عند الرجل، لكن الشاهد أن المذيء هذه صفته، وهو يدل على قوة الجسد في الغالب وقوة الشهوة، ويخرج كما ذكرت عندما يفكر الإنسان في شيء يتعلق بامرأته أو يرى منظرا أو نحو ذلك. يقول بعض الفقهاء، يقول الرجل يمذي والمرأة تقذي، يعني وكلاهما نفس المعنى يعني، لكن اللفظ يختلف بينهما. يقول كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا استحى؟ لأنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن السؤال متعلقا بالمال أو متعلقا بالصلاة أو بالصوم، إنما هو متعلق بأمر يختص بفراش الزوجية، فيأتي ويسأل والد زوجته عن شيء يتعلق بعلاقته الخاصة مع ابنته، استحى، وهذا حياء محمود أيضا. لكن متى يكون غير محمود؟ لو أن هذا الحياء منعه رضي الله عنه من الاستفتاء وبقي جاهلا بالمسألة، هنا نقول نعم هذا حياء مذموم، لكن إذا كان الحياء ما دفعه إلى ترك طلب العلم، إنما دفعه إلى الأدب في هذا، فهذا أمر محمود. وأيضا ذكر أهل العلم بأن المرء يستحب له، يعني إذا كان عند يتحدث مع أهل امرأته أو مع أمها ونحو ذلك، ألا يذكر الأشياء الخاصة بينه وبين ابنتهم كما فعل علي رضي الله تعالى عنه، هنا من ترك ذلك. يقول أنا عندي سؤال، أني رجل مذاء لكن استحييت أني آتي وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، في رواية، وهنا في الرواية قال فأمرت المقداد
أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني يقول لماذا أنا ما سألت؟ ما هو علي رضي الله عنه رجل شجاع وجريء وما ينقصه شيء لما يريد أن يسأل. المانع الوحيد أني أنا زوج بنتك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، فأنا أستحي أن أسألك عن أمر خاص يتعلق بفراش الزوجية، فأنا أمرت غيري أن يسأل. هل كان علي رضي الله عنه حاضرا وقت السؤال؟ يعني هو جاء وقال يا مقداد اسأل وأنا أستمع الجواب؟ لم تصرح الرواية بذلك، ربما كان حاضرا أو غير حاضر، المقصود أنه هو الذي روى هذا الحديث. في هذا أيضا استحباب التأدب والعشرة الحسنة مع الأصهار، وأيضا فيه جواز الاستنابة في السؤال. إذا كان السؤال مخجلا يمكن أنك تستنيب من يسأل، أو أن تسأل بناء على أنك لست أنت السائل. يعني مثلا لو جاء شخص بيسأل عن أمر وقع بينه وبين امرأته، ثم قال مثلا للشيخ، قال يا شيخ فيه واحد أعرفه قال لامرأته كذا وفعل امرأته كذا، إيش الحكم؟ فهو خجلان يقول أنا الفاعل لأن الأمر مخجل، فهو يقول في واحد أعرفه، هو يعرف نفسه، فهو ما كذب هنا، إنما ورى خجلا. وكذلك لو استناب غيره قال لغيره اسأل هذا السؤال عني، هذا جائز. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيفية الطهارة منه، فقال فيه الوضوء واغسل ذكرك، وفي رواية مسلم قال توضأ وانضح ذكرك. والمذي ذكرت لكم بأنه مما يخرج من الإنسان، لكن فاتني أن أذكر ما حكمه، هل هو نجس أم طاهر؟ يعني تكلمت عن البول وغيره طهارة ونجاسة، المذي فاتني أن أذكر ذلك. المذي كيفية الطهارة منه هو ليس مثل المني يجب الغسل الكامل، وليس مثل البول إنما يغسل فقط ثقب الخروج، كلا، وإنما يغسل الذكر مع الأنثيين، يعني يغسل الفرج كله. قالوا والحكمة في ذلك أنه إذا غسل فرجه وبرد تفرق فيه، تفرق في أنثيه يعني في خصيتيه، كما أن الضرع إذا غسل بالماء البارد تفرق اللبن فيه. قالوا فكذلك الإنسان يفعل بنفسه. إذن لا يكفي فيه أن يخرج أن يغسل المخرج فقط، بل يجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح ذكرك، يعني يغسل ذكره. هل المذي طاهر أم نجس؟ ذكر أهل العلم أنه ليس طاهرا طهارة تامة كالمني، وليس نجسا نجاسة تامة كالبول، وإنما هو بين هذا وهذا. فقالوا يجب فيه النضح فقط، والنضح هو أن يسكب عليه الماء، يعني مثلا الإنسان رآه في ملابسه نقطا يأخذ ماء وينضح عليه ويلبس ملابس. ما نقول له امسك الملابس واغسلها، اغسل الموضع كما تغسله من البول، لا، وإنما ينضح عليه، كما لو أصابك بول من صبي مولود لم يأكل الطعام، لو أنك حملت مثلا صبيا مثلا لا يزال في أوائل الأشهر لا يشرب إلا حليب أمه أو الحليب الصناعي، لكن ما بعد أكل شيء، يعني ما بعد يأكل خبز ولا يأكل بسكوت وكذا، لا يزال في أوائل الأشهر، هذا إذا بال عليك فإنك تنضحه بالماء، لا يجب الغسل التام، إنما يكفي فقط أنك تخففه بالماء، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته أم قيس ومعها صبي لها ووضعه في حجره وبدأ يحنكه، يعني يأخذ من التمر ويلينه عليه الصلاة والسلام بفمه ويضعه في حنكه، يعني في أعلى الفم لهذا الصبي، فبال الصبي في حجره، فلما ناوله أمه دعا بماء عليه الصلاة والسلام وأتبعه الماء، صب عليه ماء وخلص، وأكمل حديثه مع أصحابه. فالمذي له هذا الحكم، له أنه ينضح ذكره، يجب فيه الوضوء كما يجب الوضوء في خروج البول. أما إذا أصاب الملابس، وهو في الغالب يصيب الملابس على شكل نقط لأنه لا يخرج كثيرا أو دفقا، ففي هذا الحال يجب أن ينضح بالماء نضحا فقط، ولا يجب أن يغسل، فإن غسله لا بأس عليه، لكن نحن نتكلم في الأمر الواجب عليه. هذا التقسيم في الطهارة
الذي قسمته الشريعة، الذي جاءت به الشريعة شرع الله تعالى، في الغسل من الجنابة، الغسل بعد البول، الغسل من الغائط إلى غير ذلك، هذا له فوائد طبية كثيرة. والذين يتحدثون اليوم عن الإعجاز العلمي وما يتعلق به يدركون مثل ذلك، ويدركون أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر عباده بالغسل من الجنابة، وأمر بالنضح من المذي، وأمر بالوضوء من البول، وأمر بإزالة أثر البول من كذا، وأمر بالوضوء بعد الغائط وبتنظيف مكان الغائط، وأمر. هذا ليس فقط نفعله مجرد شيء تعبدي دون أن نعرف حكمته، هذا له حكمة وله أيضا أسباب طبية. ولو نظرت اليوم في انتشار عدد من الأمراض في الدول التي لا تعتني بهذا لوجدت أن عندهم من الأمراض ومن الميكروبات والفيروسات التي تنتقل بين بعضهم البعض، وعدد من الأمراض الجلدية والالتهابات التي تصيبهم في أعضائهم الداخلية، أشياء لا تجدها في بلدان المسلمين. وهذا اسأل أي شخص، أي طبيب اشتغل في بلدان أوروبا ثم اشتغل في بلدان مسلمين يحدثك بالفرق، يحدثك إن في فرق في نوعية الأمراض. ومن اللطائف في هذا، يعني لا بأس أن أذكرها كمثال، قديما قبل أكثر من 30 سنة أحد الأقارب كان طالبا في أمريكا، ولم يكن في ذلك الحين الإسلام يعني منتشرا عبر الفضائيات أو عبر الكتب وما شابه ذلك. فكان يسكن في سكن طلاب في عدة شقق، ربما يعني 10 أو 12 شقة أو كذا في عمارة، وجرت العادة أن يكون في هذه العمائر أحيانا غرفة في الأسفل، غرفة أرضية يكون فيها عدد من غسالات الملابس. إذا أردت تغسل ملابسك تأتي وتدفع له مثلا $5 وتدخل ملابسك وتغسلها وتنشفها وتطلع، يعني فكأجرة يعني. فكان هناك رجل شايب كبير جالس يجلس عند هذه الغرفة، إذا جاء شخص مستعجل أو طالب كسول أو كذا يعطيه ملابسه ويعطيه مثلا زيادة $2 أو $3، وهذه يغسلها وتنشف وكذا ويأخذها يوديها للشقة التي تخص هذا الطالب. يقول لي هذا القريب، يقول أمسكني هذا الرجل الكبير مرة وقال أنا مستغرب من شيء. قلت نعم. قال هناك شيء مشترك بين شقتكم رقم 7 وشقة الأندونيسيين اللي هي رقم 9 وشقة الماليزيين اللي هي رقم 1 وبقية الشقق زي بعض، هالـ3 شقق في بيكم شيء مشترك. يقول قلت له ايش؟ اللغة، لغتنا تختلف، الاشكال، اشكالنا تختلف، نوعية الطعام، طعامنا يختلف، الطباع والتقاليد والعادات، عاداتنا وتقاليدنا تختلف، فايش الفرق يعني؟ يقول وهذا لم يرنا نصلي او كذا، نلبسنا زي اللبس ونطلع الجامعة ونرجع. فقال بلى بينكم شيء مشترك. قلت كيف اكتشفت؟ قال انا اغسل اكثر ملابس في هالشقق، الا ما اكون اغسلها يوميا، فغالبا لا يكاد يكون في شقة الا يمرون علي يعطوني ملابسهم، لو في الاسبوع مرة يكون مستعجل ولا كسول ولا كذا. يقول فاذا نظرت في ملابسكم انتم، شقتكم والشقتين الاخريين، الملابس الداخلية نظيفة، ليس فيها اثر غائط، ليس فيها اثر بول، ليس فيها اثر يعني مما يعني يدل على عدم عناية الانسان بالتنزه من بوله او غائطه. يقول نظيفة من داخل، ما فيها الا عرق الذي يخرج من كل الناس. اما بقية الشقق فوالله لا استطيع ان احمل ملابسهم الداخلية من نتن ريحها، من اثر بول واثر غائط ونحو ذلك. يقول فاخبرته اننا مسلمون وان الاسلام يحثنا على النظافة وعلى الطهارة ونحو ذلك، ولذلك تجد في 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 تلك البلدان حتى إذا دخلت لقضاء حاجتك في مطار أو مستشفى أو مدرسة أو كذا لا تجد ماء، تجد مجموعة مناديل حتى لو كان الإنسان يخرج منه غائط. يعني البول قد المناديل أمرها سهل في الاستجمار بها، الغائط قد يحتاج الإنسان إلى استعمال الماء، ومع ذلك هم لا يلتفتون إلى هذا، فيبقى فيه من أثر غائطه ويبقى فيه من أثر بوله، يصيب ملابسه وربما أصابه من رائحته ونتنه. فهذا الرجل مستغرب يقول يعني أنتم تختلفون في لغتكم وأشكالكم
وعاداتكم إلا في هذا الشيء أنتم مشتركون فيه. ولذلك هذه الأمور لها حكمة. وبعض الناس ربما رغب في الإسلام بسبب معرفته بهذه الأمور، ورغب في الإسلام أكثر وأقبل عليه بإقباله لما عرف أن الإسلام يعتني حتى بنظافة هذه الأمور التي ربما يعتبرها بعض الناس غير مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يعني هو عند الناس ليس أمرا كبيرا لكن في الحقيقة هو أمر كبير مهم. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه يعني ما يتأكد من قطاع البول ويستجمر أو يغسل أثر البول بالماء، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الحديث 111 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام في المسجد، قيل إن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الخيب في منى، وقيل بل قام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ هذا الرجل يسأل سؤالا يتعلق بالحج والعمرة. أن نهل، الإهلال قالوا هو التلفظ بنسك الحج أو العمرة، أن يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. ولذلك عندما تعرف الإحرام، الإحرام ليس هو لبس الخرق، الإحرام هو التلفظ بالإحرام. ولذلك لو إنسان فرضا كان في الطائرة ولما اقترب من الميقات وأراد أن يحرم، ذهب إلى جدة مثلا ليعتمر وأراد أن يحرم ونظر في حقيبته وإذا هو قد نسي إحرامه في البيت، فبهذا الحال ماذا يفعل؟ إن أخر الإحرام حتى يصل إلى جدة فقد تعمد أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فيلزمه عدد من العلماء إما بالرجوع إلى الميقات يأخذ سيارة ويرجع للطائف، وإما بالإحرام من جدة ويلزمه دم. طيب ماذا يفعل؟ قلنا له أحرم. قال ما معي إحرام. قلنا طيب أحرم، كيف أحرم وأنا ما معي إحرام؟ نقول نعم، الإحرام ليس هو لبس الخرقتين، الإحرام هو نية الدخول في النسك. فأنت الآن وأنت بملابسك قل لبيك اللهم عمرة حتى لو كانت عليك ملابسك، ثم لا يلزمك إلا إطعام 6 مساكين كفارة لبس المخيط. فإن كنت أيضا لابس طاقية أو غترة أو عمامة لزمك 6 مساكين آخرين أيضا لتغطية الرأس. فكونك تطعم 6 مساكين للبس المخيط، المسكين ما يكلف ربما ولا 5 ريال، يعني وجبة طعام تعطيه إياه ما تكلف لها 30 ريال، أهون عليك من أن تركب سيارة وتذهب للطائف وترجع ربما المشوار يأخذ عليك 300 ريال أو 400 ريال، أو تذبح ذبيحة ب700 ريال. فنقول الإهلال أو الإحرام ليس هو لبس الخرقتين، إنما الإحرام هو أن يهل، أن يتلفظ بنسك الحج أو العمرة. ولذلك لو أن الإنسان فرضا أراد أن يحرم وأن يسافر عن طريق الطائرة ثم لبس الإحرام هنا في الرياض، فلما لبس الإحرام وركب الطائرة قال له الذي بجانبه خذ هذا تطيب، لو قال لا لا أنا 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 شوفني لابس إحرام أنا كيف أتطيب؟ نقول لبسك الإحرام إذا كنت ما لبيت ولا نويت الدخول في النسك إلى الآن أنت مجرد لابس ملابس خرقة، ولبس هذه الخرقة لا يمنعك من أن تتطيب أو تقص أظافرك ونحو ذلك، إنما الذي يمنعك هو إذا تلفظت بالنسك. ولعله يأتي مزيد تفصيل الله إن شاء الله. هذا الرجل قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، يعني أن نحرم بالحج أو العمرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وذو الحليفة موجود اليوم ويسمى آبار علي، وحليفة هو تصغير للحلفاء أو الحلفاء، والحلفاء أو الحلفاء هو نبت، نوع من النبات، وكان كثيرا في تلك المنطقة. وقد جرت عادة العرب
بأن يسموا المناطق بالمنتشر فيها، كما قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل. لماذا سمي وادي النمل؟ لأن النمل كثير فيه، نوعية الأرض والتربة تصلح لحفر بيوت النمل، فكثر فيه النمل. يقول مثلا: وادي الغضا، لأن شجر الغضا يكثر فيه. وادي العقارب، إذا مرت بوادي العقارب كن حذرا. ليش سميته وادي العقارب أو وادي الحياة؟ والله في عقارب كثير أو في حياة كثير. فكذلك هنا العرب تطلق على المكان الذي ينتشر فيه الشيء ذو الحليفة، تسميه باسم الشيء المنتشر. فلما انتشرت هذه النبتة الحلفاء أو الحلفاء، لما انتشرت في هذا الموضع سمي ذو الحليفة، يعني ذو هذا النبات، الموضع الذي يكثر فيه هذا النبات. هذا يبعد عن المسجد النبوي 13 كيلومتر اليوم، وتقريبا المدينة اتصلت به اليوم، المدينة كبرت ويعني اتصلت به تقريبا. وذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، يعني ميقات الطائف اللي هو السيل الكبير أو قرن المنازل يبعد تقريبا 75 أو 80 كيلو عن مكة، يلملم أيضا يبعد تقريبا 80 كيلو، رابغ أيضا تقريبا 80 كيلو، إلا ذو الحليفة هذا أبعد ميقات. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدده لأصحابه يعني ليعظم أجر سكان المدينة بإحرامهم مبكرين، وأنهم إذا أحرموا مبكرين صار الأجر أعظم لهم، يعني في كلام طويل في هذا. المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحددها الناس، يعني هي شيء توقيفي. ما يجوز اليوم نطلع نظام جديد ونقول لا خلونا نبدأ بنظام جديد لأننا فتحنا الطريق الفلاني، خلاص ذو الحليفة يلغى ويصبح ميقاتكم يا أهل المدينة من كذا. طيب وأنتم يا أهل نجد وأهل العراق وأهل الخليج وكذا، ترى غيرنا ميقاتكم، أصبح ميقاتكم كذا. لا، لا يغير، هذه أمور توقيفية. ولذلك حتى العلماء اختلفوا في جدة، هل هي ميقات أم ليست ميقات، لو أحرم منها أو لم يحرم. المواقيت كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية وهي أشهر الحج التي يحرم فيها بالحج، ومواقيت مكانية وهي المواقيت التي نتكلم عنها الآن. المواقيت المكانية هي التي يحرم منها الحجاج أو المعتمرون، ولا يجوز له أن يجاوزها إلا إذا أحرم. ما يجوز الواحد يقول أنا والله طالع مكة بعتمر، ثم لما تعدى الميقات وكذا أوقف سيارته وأحرم، نقول ما يجوز، يجب أن تحرم من الميقات أو يلزمك الفدية أو الرجوع. كل من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا إذا أحرم، إلا لو قال خلاص بلاش عمرة. يعني افرض واحد طالع المكة من الرياض، فلما قلنا له ترى بقي مثلا 10 كيلو على ميقات السيل الكبير قرن المنازل، جهز نفسك توقف. قال يا أخي طيب بلاش توقف وأنت في السيارة، البس إحرامك الآن بسرعة، ليس لازم أن تقف في المسجد، أهم شيء لا تتجاوز المكان إلا وقد لبيت. يعني هي مثل الدائرة، لا تدخلها الدائرة إذا أنت بتحرم إلا تلبي، ما يجوز تدخل الدائرة إلا وأنت أنت محرم إذا أنت لك نية حج أو عمرة. فلما رأى ذلك قال تدري بلاش عمرة، أبروح مكة بدون عمرة. نقول جائز، ما عليك بأس، إلا في حالة واحدة إذا كنت ما اعتمرت في حياتك كلها. فنقول يجب على المرء في حياته عمرة وحج، إذا كنت ما قضيت فرض عمرتك واستطعت الآن يجب عليك أن تقضيها، لكن لو كنت اعتمرت مرة مرتين قبل خلاص ما عليك بأس في الدخول حتى لو لم تحرم. إلا من بدا له العمرة بعدما جاوزها أو كان مترددا، يعني فرضا شخص طلع الجدة مثلا وعنده شغل وقال في نفسه أنا بأخلص شغلي إن وجدت وقت اعتمرت، إذا ما وجدت وقت أجل العمرة إلى وقت آخر. ثم انتهى شغله اللي كان 3 أيام، انتهى في يومين، وإقلاع طائرته أو رجوعه أو كذا من الغد، قال ما دام عندي وقت ليش ما أعتمر، خلاص أحرم من جدة، أو حتى لو كنت في مكان أقرب من جدة أحرم، ما عليك بأس، أهم شيء لا تكون داخل منطقة الحرم نفسه،
يعني لو كان في بحره او في مناطق اللي هي او الجموم او نحو المناطق اللي هي اقرب الى مكه جاز، ما دام انك ما قررت، يعني كنت مترددا ما قررت الا لما يعني لما الا بعدما جاوزت الميقات. او مثلا لو قال واحد انا معزوم على زواج في جده لاحد اصدقائي، بذهب وبحضر الزواج وبأشوف اصحابي، ان عزموا بقترح عليهم نعتمر، اذا قالوا نعم نعتمر اعتمرت، اذا قالوا لا بلاش عمره لن اعتمر. ففعلا لما جاء وجلس في العرس وكذا وانتهى العرس مبكر، قال يا شباب ايش رايكم ما دام في وقت، ما رايكم في هالليل نذهب ونعتمر ونصلي في الحرم؟ قالوا يلا نعتمر، فاحرموا في مكانهم جاز. ولذلك في الحديث يقول ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ، يعني من حيث اجمع وقرر ان يعتمر. فاذا دخل بغير نية عمره ثم بدله ان يعتمر احرم من دون المواقيت، يعني بعد المواقيت. او اذا كانت النية مترددة، ما ادري اعتمر، انا عندي وقت، ابى اشوف، اذا زحمة ما في زحمة، اذا ما قرر ثم قرر بعدما دخل ايضا يحرم من بعد المواقيت، ما عليه بأس. او اذا كان بيته اصلا بعد المواقيت، يعني افرض طالب يدرس في الرياض ولما دخل واهله ساكنين في جدة، ولما دخل رمضان بدأت الإجازة، فهو في كل سنة يعتمر في رمضان، فذهب إلى جدة لا لأجل العمرة، ذهب إلى جدة لأهله، يعني لأن بيتهم في جدة وسافر إلى جدة، مع أنه مقرر 100% في تاريخ 20 رمضان سأعتمر، ما في كلام، ومنذ أن جاوز الميقات في نفسه إذا جاء 20 رمضان سأعتمر كما أفعل كل سنة. قلنا له لكن أنت سافرت جدة عشان العمرة، قال لا والله ما سافرت عشان العمرة، أنا سافرت عشان أهلي. طيب لكن أنت ستعتمر، قال نعم سأعتمر، لكن سفرتي إنشائي السفر، إنشائي السفر ليس لأجل النسك، لأجل العمرة، لأجل زيارة أهلي والعودة إلى بيتي، فنقول أحرم أيضا من جدة. أما من أنشأ السفر قاصدا العمرة فهذا يلزمه أن لا يجاوز الميقات إلا محرما، يحرم من الطائرة أو إن كان في السيارة يحرم، أو يعود إلى الميقات أو, 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 أو يفدي إذا أحرم بعدها. تبقى هنا مسألة هي اللي اليوم فيها الخلاف الطويل، وهي لو ذهب إلى جدة مجمعا مقررا العمرة، لكن الذي دفعه إلى السفر ليس طلب العمرة، دفعه أمر آخر. يعني مثلا شخص سيزور مريضا في جدة، فالمفترض أنه يصل بالطائرة الظهر، يزور المريض العصر، يحجز بالطائرة الساعة 7 رجوع، فقال ما دام أنا ضارب مشوار خلني بدل ما أرجع على طيارة 7 أرجع على طيارة الساعة 1 بالليل، عشان ما دام انا مسافر خلني اعتمر يا اخي. فنقول انت الان ليس عندك نية مترددة اعتمر ولا لا؟ قال لا ما عندي نية مترددة، انا جازم باعتمر، لو اني لا اريد اعتمر لرجعت مبكرا الى اهلي، ما الذي يجلسني في جدة؟ لكن انا سافرت لاجل الامرين. قلنا طيب ما الذي دفعك الى السفر اساسا؟ قال زيارة فلان المريض. قلنا يعني لو لم يمرض فلان ما سافرت؟ قال لا. لو كان مرض فلان في الشرقية لذهبت إليه في الشرقية؟ قال نعم. لو كان مرض في أبها ذهبت إلى أبها؟ قال نعم. إذن أنت سبب سفرك الذي أنشأت لأجله السفر هو زيارة فلان، ودخلت العمرة ضمنا. لاحظ ترى في فرق يا جماعة بين هذا وبين اللي عمره مترددة. اللي متردد أعتمر أو ما أعتمر هذا ما في مشكلة، يعني قول الجمهور، ما أقول بالإجماع، قول الجمهور أنه يعتمر، أنه يحرم من جدة. لكن الخلاف هنا الذي أنشأ سفرا لأجل تجارة أو زيارة مريض أو زيارة معرض أو تمشية أو كذا، لكنه أدخل العمرة ضمنا، هنا هل يجوز أن يحرم من جدة أم لا؟ هذا حقيقة في خلاف، يعني بين قولان مشهوران لمشايخنا المعاصرين، يعني وإن كان فيه من المعاصرين من يعتبر جدة أيضا، يعتبرها
يعني يعتبرها ميقاتا، ولهم على ذلك أدلة، وإن كان أدلتهم يعني ناقشها آخرون وردوها، لكنهم علماء أفاضل لهم وزنهم الذين قالوا إن جدة تعتبر ميقات. ولا أستطيع أن أرجح الآن في المسألة الأخيرة، وهي أنه لو أنشأ السفر، لو أنشأ سفرا لأجل زيارة مريض وأدخل العمرة ضمنا، هل يجوز أن يعتمر، هل يجوز أن يحرم بجدة أم لا؟ أنا لا أقوله ترجيحا، لكن الذي تميل إليه نفسي، وسمعته أيضا من أخينا الشيخ عبد العزيز الفوزان وبعض طلبة العلم، هو أنه يحرم من جدة ما دام أنه أنشأ السفر لا لأجل العمرة، ما أنشأ السفر لأجل العمرة، أنشأه لأمر آخر ودخلت العمرة ضمنا، فإنه في مثل هذا الحال يجوز أن يحرم من جدة. وإن كنت أستطيع أن أرجح ذلك ترجيحا تاما، يعني لأن عدد من مشايخنا لا يفتي به، وهم مشايخنا الكبار يعني، لكن إن فعله الإنسان وانتهى منه يصعب أن يعني لو إنسان فعله وانتهى يصعب أنك تقول يلزمك فدية، والموضوع فيه خلاف طويل. هل يجوز أن يحرم قبل المواقيت؟ يعني مثلا أنا بأركب الطائرة وبأحرم من فوق الميقات، ثم أخشى أني في أثناء الطريق يغلبني النوم ويمر فوق الميقات وأنا ما أحرمت، فما استيقظ الا وقت وصولنا الجدة، ثم اضطر للرجوع، فاول ما ركبت الطائرة رأيت اني ها بيغلبني النوم، فقلت لبيك اللهم عمرة احرمت، ثم غلبني النوم ونمت، هل يجوز ان احرم قبل وصول الميقات؟ نعم يجوز. وكذلك لو كان في السيارة، افرض واحد عنده بيت في الطائف او استأجر شقة في الطائف واحرم منها ولبيك اللهم عمرة، ثم مضى الى مكة ومر بالميقات مرورا دون أن يلبي مرة أخرى، اكتفى بتلبيته الأولى، فهذا جائز، أن يحرم قبل الميقات جائز. جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر وابن عباس أنهم أحرموا قبل الميقات، وإن كان كره ذلك ابن عمر في رواية عنه، وقال حتى لا يضيق المرء على نفسه، لأنك لو أحرمت وركبت الطائرة ثم أردت أن تتطيب، أردت أن تقص ظفرا، أردت خلاص أن تقيدت نفسك بمحظورات إحرام لم تقيدك الشريعة بها، وبالتالي لو أن الإنسان يحرم من الميقات فهو أولى. أهل مكة لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وذلك لأن أهل مكة يحرمون من الحج من بيوتهم من داخل مكة، ويحرمون بالعمرة من أدنى الحل. يعني لو أنت في مكة وأردت أن تعتمر عمرة أخرى مثلا، او انت من اهل مكة سكان مكة واردت تعتمر، ففي هذا الحال البس احرامك واخرج على طريق جدة، ويعني وارجع مبايض، تعدل منطقة الحرم، او اخرج على طريق الطائف فقط تعدى منطقة الحرم، او اخرج جهة مسجد التنعيم، اخرج منطقة الحرم، فاذا خرجت منطقة الحرم قل لبيك اللهم عمرة ثم ارجع. أهم شيء أن يتم التلبية بالعمرة، الدخول في نسك العمرة أن يكون من الحل وليس من الحرم، وهذا في من كان من أهل مكة، وفي من أراد أن يعتمر عمرة أخرى. يعني مثلا لو ذهبت أنا واعتمرت في مكة ثم قلت والله أنا أود أني أعتمر عن جدي المتوفى بعمرة أخرى، طيب من وين أحرم؟ أحرم من الحل، إما تذهب إلى مسجد التنعيم مسجد عائشة رضي الله عنها، أو تذهب إلى الحل عموما حتى لو طريق جدة أحرمت ورجعت، هذا جائز وليس عليك في ذلك بأس. ولا يقول مالك رحمه الله يقول أجمعوا أن المكية لا يجوز أن يحرم للعمرة من مكة، بل يجب عليه أن يخرج إلى الحل. قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذكرنا معنى الحليفة وما يتعلق بها. قال طبعا لو جاء غير أهل المدينة وأهل من ذي الحليفة جاز، يعني افرض شخص مثلا جاء من المغرب أو جاء من تركيا أو جاء من مصر أو جاء من أي دولة وزار المدينة ثم أراد يذهب يعتمر، يعتمر من ذي الحليفة ما في مشكلة يعني. او لو شخص جاء الى اهله زائرا لهم في الرياض، جاء من خارج المملكة والمفترض انه يعتمر ان يحرم مثلا من ذي الحليفة او من ذات عرق او من يلملم او كذا،
لكن جاء إلى أهله من الرياض ثم مشى من الرياض متوجها إلى مكة، يجوز أن يحرم من قرن المنازل الذي هو السيل الكبير. فليس شرطا تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهم معناه أنه لا يجوز أن يحرموا من غيرها، بل يجوز لهم ذلك، إنما إذا جاءوا وأصابهم على الطريق هذا الميقات. أما لو جاءوا إلى بلدة وركبوا مع أهلها وأحرموا من ميقات أهلها جاز ذلك. قال: ويهل أهل الشام من مهيعة، مهيعة على وزن علقمة، مهيعة وهي الجحفة، سميت بالجحفة. قالوا قديما كان أهل الجحفة يسكنون المدينة، فجاء العماليق قبيلة من القبائل وأخرجوهم منها وسكنوا في هذه المنطقة التي اسمها الجحفة، فأصابهم سيل جاحف، يعني سيل قوي جدا أجحف بهم وقتلهم، فسميت المنطقة بالجحفة. هذا كلام المؤرخين. والجحفة اليوم يعني خراب، يعني ما فيها سكان، ويحرم الناس اليوم الرابغ، ورابغ هي على بعد تقريبا 75 كيلو تقريبا من مكة، وهي بلدة عمار فيها يعني مساجد ومدارس وبلدة يعني، وفيها ميقات للإحرام. فأهل الشام اليوم إذا جاءوا مثلا من لبنان، فلسطين، الأردن، تركيا، المناطق الشمالية في المملكة، بل حتى الذين يأتون اليوم من روسيا من كذا بالسيارات، إذا جاءوا ومروا مثلا بالأردن ثم أرادوا أن يدخلوا المملكة ودخلوا وأقبلوا للحج أو للعمرة، فإنهم يحرمون أيضا من هذا المكان. قال: ويهل أهل الشام من مهيعة وهي الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. نجد هي المنطقة المعروفة، والنجد أصلا في اللغة هو المكان المرتفع، وسميت بنجد لصلابتها، صلابة أرضها وكثرة حجارتها. ونجد جمعها أنجاد ونجود ونحو ذلك. ويقال، تقول العرب رجل نجد إذا كان قويا صلبا يسمونه، يقول رجل النجد. من قرن هو قرن المنازل، ويخطئ من يسميه بقرن الثعالب، قالوا لأن الثعالب كثيرا ما تأوي إليه. الصحيح أنه قرن المنازل اسمه، ويسمى اليوم بالسيل الكبير، وهو يبعد عن مكة قرابة 80 كيلو تقريبا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه روى الحديث إلى هنا. ابن عمر في هذا الحديث ذكر فقط ثلاث مناطق: أهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد. ثم ابن عمر لما تحدث مع الصحابة قالوا له: يا ابن عمر أنت نسيت، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أهل اليمن وذكر أهل العراق. والذي يحدث ابن عمر صحابة أخيار حفاظ، فأراد ابن عمر يروي الحديث فخشي أن يروي ما رووه له، يعني فيكون تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فساق الحديث الأول ثم قال: ويزعمون. من الذين يزعمون؟ أكيد ليس التابعون أو تابع التابعين، يزعمون أكيد الصحابة اللي معه رضي الله عنه. ويزعم يعني يقول أو يدعي. قال: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قوله عليه الصلاة والسلام هنا أهل اليمن، وقوله أهل الشام، وقوله أهل العراق، وهي بلدان لم تفتح إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الشام ما فتحت إلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة وكذا، لكن ما فتحت الشام في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد أبي بكر أيضا. العراق أيضا إنما فتحت في عهد عمر. اليمن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متأكدا متيقنا أن دينه سيصل إلى، سيشمل أهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن، فهو الآن يعطيهم: يا أهل الشام إذا حجيتوا من وين تحجون؟ من أين تحرمون؟ لو كان عنده صلى الله عليه وسلم واحد رسول جاء من الروم من أهل الشام وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويهل أهل الشام من الجحفة، لقال هذا الرومي: أهل الشام روم ونصارى، ليش تذكرهم؟ ما فيهم أحد بيحج، نصارى كلهم، لماذا تذكرهم؟ لكن لأن عليه الصلاة والسلام متأكد متيقن أن دينه سيشملهم قال: من الآن خذ الحكم، من الآن حكمكم يا أهل الشام
إذا جاءكم وقت تحجون تحجون إلى هذا الموضع. ولذلك نحن اليوم نقرأ أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما بعد وقعت. يعني الصحابة هم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويهل أهل الشام من الجحفة، ما قال أحد منهم أهل الشام، يعني الإسلام بيصل الشام، يصل الشام ونحن الآن يعني ما فتحنا مكة إلا بالتعب الشديد ولا نزال نترقب حربا كل يوم، ويتكلم عن الشام؟ لا، يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتكلم عن قرية من القرى القريبة التي فتحوها. ولذلك نحن اليوم لما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقي أن الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، نقول والله إن كلامك صدق، والله أن يصل الإسلام إلى كل موطن. ولما قال إن الله زوالي الأرض، يعني جمع أمامي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ملك أمتي سيبلغ كل ما رأيته منها، نقول نعم يقينا سيبلغ ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما زوي له منها. لماذا نجزم بذلك؟ لأنه ما ينطق عن الهوى. ولما يقول صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود فتقتلونهم، نقول صدقت يا رسول الله هذا سيقع. لما يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشائر تتعلق بانتشار الإسلام أو بنصرته، كما أن الصحابة كانوا يوقنون بصدقه ولا يناقشونه، خلاص ما دام قلت معناه انتهينا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم نقطع، يعني نحن متأكدون أنك يا رسول الله صادق، وبالتالي أنت الآن لم تذكر فقط أن الشام ستفتح، لا، أن تذكر الأحكام الفقهية الخاصة بسكان الشام أيضا من شدة يقينك أنها بتفتح. ولذلك هنا الصحابة ما ناقشوه، كيف أهل الشام يا رسول الله؟ الشام إلى الآن نصارى، ما ناقشوه في هالموضوع، لأن قال لهم قبل أن الشام ستفتح. قال ابن عمر كما ذكرت ذكر بقية الحديث لأنه لم يسمعه جيدا فشكك من شدة تورعه، وإلا الحديث ثابت. قال ابن عمر يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل الشام من يلملم، يلملم تسمى اليوم السعدية، ويهل أهل اليمن من يلملم، يلملم تسمى اليوم السعدية، وهو يبعد عن مكة 80 كيلومتر، يهل منه عادة الذين يأتون من جنوب مكة، سواء الذين يأتون من تهامة أو من مناطق الجنوب أو من اليمن أو من الذين يركبون البحر إلى اليمن ثم يأتون برا، هؤلاء كلهم يهلون من هذا الموضع. قال وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر العراق، لم أفقه يعني لم أحفظها. قال فلم يكن عراق يومئذ، يعني ما كان العراق شمله حكم الإسلام يومئذ. أهل العراق ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم هنا، وذكر أيضا موضعا يهلون منه. والعراق في ذلك الحين كما تقدم لم يكن الإسلام بعد قد يعني دخلها، حتى دخل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه في القادسية. ميقات أهل العراق ذات عرق وتسمى اليوم الضريبة، وهي تبعد عن مكة 80 كيلومتر، وإن كان اليوم أكثر الذين يأتون من العراق، إما أنهم يسلكون المسلك الشمالي فيأتون من جهة يعني رفحة وحفر الباطن وعرعر وكذا، فهم يأتون من الجحفة اللي هو ميقات أهل الشمال أصلا اللي هو رابغ، أو أنهم يأتون عن طريق نجد والرياض فيحرمون من السيل الكبير، ومنهم من يأتي إلى الموضع الذي ذكرت وفيه ميقات، لكنه قليل الطرق، قليل من يطرقه، يعني أكثرهم يأتون إما عن طريق الشمال أو يأتون عن طريق نجد، لكن الضريبة موجودة اللي هي ذات عرق وتبعد عن مكة كما ذكرت 80 كيلومتر. في رواية في الصحيحين عن ابن عباس قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان المحددة، سيل الكبير قرن لكم يا أهل نجد، يلملم لكم يا أهل اليمن، هن المواقيت لهن لكم أيتها المواضع. ثم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لو واحد من أهل العراق ما أحرم من ميقاته جاء إلى الرياض وأحرم من ميقات أهل نجد جاز، أو واحد من أهل الشام وذهب إلى اليمن وجاء حاج مع أهل اليمن
جاز، ما نقول له لا انتبه انت يمني اذهب الى كذا وانت شامي اذهب الى كذا، لا، هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لمن اراد الحج او العمرة، لمن اراد. وبالمناسبة كلمة لمن اراد الحج او العمرة طلع منها الفقهاء اليوم مسائل، منها اني لما اذهب لحضور زواج في جدة ثم طرأ علي اني اعتمر، نقول له انت لما اردت انك تسافر اردت ماذا؟ هل اراد الحج او العمرة؟ قال لا، اردت حضور الزواج. نقول اذا انت ما ينطبق عليك اشتراط المواقيت، انت خرجت عن حكم اشتراط المواقيت، احرم من جدة. طيب، واحد بيزور مريض، المسألة اللي تقدمت قبل قليل، سيزور مريضا ثم بدل ما يجعل عودته السابعة مساء قال خلها واحدة في الليل عشان اعتمر على طريقي. فقلنا له انت الان بتجاوز الميقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. انت في سفرك هل تريد الحج والعمرة؟ قال لا، انا انشأت سفري انما اريد زيارة المريض، لكني لما رأيت نفسي مسافرا ودافع قيمة التذكرة على كل حال قلت خلني اعتمر، ما ارجع يعني ببلاش، على الاقل اكون حققت شيئا من الاجر بزيارة المريض واجر العمرة. فنقول انت اذا لا تريد العمرة انما تريد زيارة المريض. قلت نعم، والعمرة دخلت ضمنا. هنا يأتي الخلاف الذي تقدم، هل يجوز له ان يحرم من جدة ام لا، وتكلمنا عن ذلك. من المسائل هنا من مر فوق شيء من هذه المواقيت الذي يمر من فوقها فإنه يحرم من الطائرة فوقه أو قبله، يجوز له أن يحرم قبله. لو قال أنا والله متعب أو الرحلة في الليل وأخشى والله أن يغلبني النوم، قلنا أحرم من قبل. أو قال أخشى أني أنسى أو لا أنتبه أو كذا، قل أحرم من قبل. فقبل ما يصل للميقات أو أول ما يركب الطائرة جاز له أن يلبي بالعمرة أو يلبي بالحج إن كان مفردا وذهب للحج. من سافر لبلد دون هذه المواقيت وفي نفسه الحج أو العمرة بعد انتهاء حاجته، تقدم معنا الكلام عنه. من كان يسكن دون المواقيت أصلا، يعني مثلا لو واحد يسكن في جدة أو في بحرة، بحرة يعني محافظة ما بين جدة ومكة، أو يسكن في الجموم مثلا، الجموم أيضا هي ما بين مكة وما بين رابغ، والجموم ما بينها وبين مكة إلا ربما 10 كيلو أو 12 كيلو. أصلا أنت إذا طلعت على مسجد عائشة رضي الله عنها وأردت أنك تذهب عن هذا الطريق إلى المدينة مثلا، تمشي 10 كيلو أو 15 كيلو تأتيك الجموم على يسارك، يعني تصعد الكبري وتأخذ يسار لها. لو واحد ساكن في الجموم هل يجوز له هنا أن يحرم من مكانه أم يجب يرجع الرابغ اللي ورائه أو يطلع ميقات الطائف؟ نقول لا، من كان دونها فإنه يحرم من مكانه. هذه والإخوة ما يتعلق سريعا بهذه المواقيت، ولعل إن شاء الله تعالى نكون قد أحطنا بأكثر مسائلها. بقي معنا حديث واحد حتى ننتهي من كتاب العلم وندخل في كتاب الوضوء، ولعل الله ييسر شرحه ولو على عجل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث رقم 112، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ أنا بأحرم بالحج والعمرة، إيش مسموح أني ألبس؟ المقصود بالمحرم يعني بالحج أو العمرة، والمقصود بالإحرام الدخول في النسك. فقال عليه الصلاة والسلام، حدد له الأشياء اللي ممنوع عنها المحرم. قال: لا يلبس المحرم القميص، والقميص معروف الذي له يدان يلبسه المرء مفصلا على جسمه، لا يلبس القميص ولا العمامة، والعمامة معروفة الخرقة التي يلف بها الرأس، ولا السراويل، والسراويل أيضا معروفة المفصلة على الرجلين فيلبسه الإنسان من أسفله ويكون له إما مغاط يمسك أو يكون له خيط يمسك، ولا البرنس. قيل البرنس هو يغطى به الرأس مثل العمامة، وقيل البرنس هو الثوب الذي غطاء الرأس منه مثل ما يلبس إخواننا المغاربة،
تجد المغاربة يلبس الواحد منهم الثوب ويكون معه الغطاء الرأس، هذا يسمى برنس، فهو ممنوع من هذا ومن هذا، فهو لا يلبس البرنس ولا يلبس العمامة ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. الورس نبت أصفر تصبغ به الثياب ويكون له رائحة حسنة، والزعفران معروف أيضا نبت يستعمل اليوم أيضا في الطعام في الشاي أو الطعام أو نحوه، وله لون أيضا، كانت النساء تستعمله في المكياج سابقا، كانت بعضهن تصفر وجهها أو تحمره بالزعفران لأنه رائحة طيبة ويعطي الوجه نوع من النضارة، يعني كانت النساء في السابق يتزين به. وفي هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الورس والزعفران فيه نهي المحرم عن الطيب، قيل لأن الطيب فيه ترفه والمحرم ممنوع من الترفه، وقيل لأن الطيب لو تطيب المحرم ثم يعني دخل في زحام وفيه نساء ربما يعني ثارت شهوته أو شهوة المرأة وكذا بشم هذه العطور حولها، فمنع المحرم أنت في وقت عبادة، لا يجوز تكتب، لا يجوز أن تخطب، أن تخطب امرأة، ولا يجوز أنك تعقد زواج، ولا يجوز أنك تتطيب ولا تتزين أو كذا. ولذلك كل الحجاج يلبسون نفس اللباس، ولا يجوز له أن يتطيب أو أن يغطي رأسه أو نحو ذلك. قال ولا الخفاف، الخف معروف وهو يكون من جلد وهو مثل الشراب الذي يلبسه الإنسان اليوم مثل الجورب، يلبس من أسفل الرجل ويتعدى الكعبين عادة، يصل إلى منتصف الساق، غالبا يلبس في وقت الشتاء. قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. لو واحد قال أنا ما عندي نعلين، فقير ما عندي إلا الخف هذا الطويل، فنقول إذن البسه لكن اقطعه. في هذا الحديث ذكر أنه يقطع الخف حتى يكون أسفل الكعب، فيكون مثل الحذاء اللي نلبسه اليوم نحن، ليس النعال، الحذاء اللي نلبس معه الشراب. وشيخنا رحمه الله الشيخ بن باز سمعته يتكلم عن هذا الحديث وذكر بأنه جاءت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسخ أمره الأول، يعني نسخ الأمر بقص الخفاف وأذن لهم أن يلبسوا إذا ما وجد النعلين يلبس الخف عادي، وأمره ونهاهم أن يفسدوا الخفاف بالقص. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هنا ليقطعهما، هذا الحكم منسوخ بحكم آخر، هذا الحكم منسوخ بحكم آخر متأخر عنه، وهو أنه يجوز أنه إذا ما وجد نعلين يلبس الخف عادي. قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب معروف وهو أن تلبس المرأة تخرج عينيها فقط وتغطي بقية وجهها، والمحرمة منهية عنه حتى لو وضعت فوقه غطاء. لو قالت بلبس النقاب وبغطي العينين نقول أنت مثل الذي يلبس سراويل ويلبس فوقها الإزار، فهي المرأة إذا كانت لابسة نقاب وأرادت أن تحرم فلا يجوز لها أن تحرم من النقاب، فإما أنها ترفع الفتحة تجعلها عند الجبهة ويصبح الغطاء على الوجه كاملا، أو أنها تلبس غطوة أخرى ليست نقابا. هنا مسألة أخيرة، طبعا الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدمين، جانبي القدم، لو جعل القميص كهيئة الرداء جاز، لو واحد الثوب نفسه جعله رداء جاز، أهم شيء أنك ما تلبس على هيئة الثوب، مثل لو كان إنسان في الطائرة ونسي إحرامه في شنطته اللي مع العفش أو كذا فنزع ثوبه وجعل ثوبه كالإحرام وعليه مثلا إزارا فقط، لكن الإحرام جعله هو يعني الرداء جعله الثوب، جائز، أهم شيء أن لا يلبس شيئا مفصلا على جسده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. وهذا أيها الإخوة طلبوا أن يكون هو الدرس الأخير قبل الاختبارات، فنحن نتوقف إن شاء الله تعالى حتى يعني قد نبدأ بعد رمضان مباشرة، يعني مع بداية الدراسة إذا الله يسر، أو نبدأ بعد الحج، لأن حتى لو بدأنا بعد بداية الدراسة ربما لا نستمر إلا درسين فقط ويدخل الحج علينا، فربما لا نبدأ إلا بعد الحج، وسنعلن إن شاء الله تعالى في وقتها. جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا.